السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا متابعين المنهراوي. الزراعه حياه. اللي هيزرع الايام دي اللي هيزرع السنين دي هو اللي يعدي السنين الجايه. اللي هيزرع السنين دي هو اللي يعدي السنين الجايه. السنين الجايه الحرب الجايه حرب زراعه، مش حرب سلاح ولا حرب حاجه. الحرب الجايه حرب زراعه بس. اللي هيزرع هياكل هو اللي هيعيش. المكن عارف المكن. احنا فين الاول؟ احنا في الغربيه في كفر الصعبانيه. كفر الصعبانيه تبع مركز سمنود. تبع سمنود الغربيه. حضرتك يا حاج المكن. حاج محمود العزب. الله ينور. حاج محمود العزب الغربيه. ربنا يبارك له يا رب. الاول في الجنيه بتاعته دي والبرتقال والسفندي والموز كل ربنا ورايا كده ملعين ورايا كده. المكنة اللي هي العشرة حصان التبريد هوا السوبر جولد شغالة على كرتون 12 متر كده جايب كرتون. احنا الأول كنا جايبين مكانتين عشان يشتغلوا. بص هنا كده المكان اللي هما بانيينه ما عادش واخد مية، يا دوبك واخد مية مكنة واحدة بس والمية طالعة من على القلايل. ما عادش واخد ميه، مش عارف اعمل ايه، المكنه التانيه مش عارفين نشغلها، هنشغلها وتفضل ميه فين شغلناها، الميه عدت، نشغل واحده بس، الثانيه مش عارف نشغلها. الشغل بتاعنا. ربنا يا رب يوسع الناس كلها، ويرزق الناس كلها، وازرع. ازرع ما تزعلش. ازرع واتجدعن واجتهد، الزراعه كويسه، تابع الاساليب الحديثه هتوفر عليك كتير جدا، هتوفر عليك كتير جدا. هات مكان كويس، هات عزاء كويس، هات مواتير رش كويسه. السوق فيه تجار كويسين جدا. السوق المصري بيمتاز ان فيه يعني ربنا يبارك لهم التجار اللي موجودين في مصر بحاله. المحافظات كلها من الصعيد لحد دمياط عندنا لحد المنصوره لحد بورسعيد. اشتري من عند اي تاجر، التجار كلهم ناس محترمين امينه في صدق في المعامله. ما عادش حد، ما عادش زي زمان، ما عادش حد بيغش حد ولا حاجه. كل حاجه موجوده، كل حاجه سعرها معروف، الشغل موجود. احنا تحت امركم. ازرع احنا معاك. ايه ده؟ ما يتبرد هواء ما يتبردش يا مصريين. بوي حرك في المكة. بجد؟ البوي مبسوط من المكة. هات يا عم هرقني. يلا سلام.